أساتذتي وزملائي وأخوتي السادة والسيدات المشاركين في الورشة التدريبية الثالثة لمشروع التعليم الإلكتروني في الجامعات العراقية اللي يقدمها الفريق الوزاري لمشروع التعليم الإلكتروني. هذا الفريق الوزاري لمشروع التعليم الإلكتروني في العراق يترأسه الأستاذ دكتور غسان مدير عام دائرة البحث والتطوير، والمنسق لهذا الفريق هو الأستاذ المبدع دكتور عامر سليم الأمير. وهنا أحب أقدم الشكر للأخ الدكتور محمود شكر مدير أكاديمية سيسكو في كلية المنصور الجامعة لتقديم كافة الدعم التقني للفريق الوزاري من أجل تقديم المحاضرات وهذه الورش التدريبية بشكل أونلاين عبر منصة السيسكو وبكس اللي تقدمها سيسكو. حقيقة أخوان، هذه الورشة تم تقديمها في يوم السبت الماضي المصادف 25/1 عند الساعة 8، وحضر عدد كبير من الأخوة والزملاء والأساتذة. ونظرا لكثرة الطلبات اللي استلمتها خلال هذا اليومين اللي فاتت من مؤسساتنا التعليمية من مختلف مؤسساتنا في كافة محافظاتنا العزيزة اللي استلمناها بشكل رسمي أو بشكل خاص، وبالنظر لأهمية هذا الموضوع وحقيقة حرص الفريق الوزاري لوصول هذه المحاضرة وهذه الورشة التدريبية إلى أكبر عدد ممكن من أخواننا وزملائنا، تم إعادة تصوير هذه المحاضرة حتى ممكن أنه يستخدمها الأخوان في لجان التعليم الإلكتروني، أو ممكن أساتذتنا وزملائنا يوصلون إليها بشكل مباشر ويستفادون من المحتوى العلمي اللي مطروح بيها. بالحقيقة أود أشير هنا أنه هذه المحاضرة أساسا هي مسجلة وموجودة بشكل متاح على منصة السيسكو ويبكس، ودكتور محمود أخونا العزيز أوصل اللينك اللي خاص بهذه المحاضرة إلى كافة الأخوة اللي كانوا حاضرين إلى هذه الورشة التدريبية. لكن حقيقة حتى نضمن وصول هذه الورشة وهذا التصوير الفيديوي إلى كافة الأخوة والسادة الحضور، تم إعادة تصويرها وإحنا الممنونين حتى توصل إلى كافة زملائنا وأساتذتنا وأخواننا. هذه الورشة حقيقة مخصصة حول إنشاء الدروس الفيديوية التفاعلية، وبالحقيقة احنا كفريق وزاري نأمل انه هذه تكون ورشة من بين سلسلة ورش حول دعم المحتوى الرقمي التفاعلي للتعليم الإلكتروني. حضراتكم تعرفون احنا متجهين نحو التعليم الإلكتروني بشدة وبقوة، واليوم كان هو يوم العلم، والأستاذ الدكتور غسان مدير عام دائرة البحث والتطوير وهو المشرف أيضا رئيس هذا الفريق الوزاري أشاد بالتجربة وأشاد بشكل خاص لجهود الأخ الدكتور المنسق فريق دكتور عامر المبدع، وأشار كأول مشروع ضمن مشروع برامج المشاريع البرنامج الحكومي اللي دا ينفذ، وهو فعلا نقطة مضيئة في هذه المسيرة التعليمية. لذلك احنا حقيقة نحرص كفريق وزاري والدعم من حضراتكم اخواننا الأعزاء نحو تعزيز المحتوى الرقمي التفاعلي. اليوم هذه الورشة هي حول إنشاء الدروس الفيديوية التفاعلية. اخوان، في وقتها طرحنا انه اللي كل الاخوان اللي حاضرين الى هذه الورشه التدريبيه الاونلاين ممكن يحصلون على شهادات سيرتيفيكيشن، لذلك وضعنا هذا الكيو ار كود، وبالامكان عمل اسكان الى هذا الكيو ار كود، واذا كان الاخوان يستخدمون اجهزه الموبايل فممكن انه هذا اللينك موجود هنا، ممكن انه يكتب هذا اللينك ويدخل على الابلكيشن فورم ويملي استماره الحضور من اجل تامين شهاده المشاركه. لكن حقيقة هو خلص الوقت، فلأن هنا احنا في حالة إعادة إلى تسجيل المحاضرة، لذلك هذا اللينك ما راح يكون شغال للأخوة اللي تم إعادة عرض المحاضرة بالنسبة لهم. حقيقة حبيت أشير هنا أيضا قبل أن نبدأ أنه عدد الجامعات الحكومية المشاركة أو اللي سجلوا ضمن استمارة التسجيل الابتدائية الأولى اللي طرحت هي كانت 32 مؤسسة تعليمية، وعدد الإخوان المسجلين الكلي وصل إلى 745 على سبيل المثال، جامعة بغداد 198 على سبيل المثال، عندنا جامعة الأخوة في جامعة بابل 99 زميل تم سجل على استمارة الحضور، في جامعة البصرة 92، وهكذا بقية الجامعات في بلدنا العزيز. بالنسبة للجامعات والكليات الأهلية اللي شاركت بالتسجيل كان 28 جهة، عدد المسجلين الكلي كان 136، فعلى سبيل المثال من جامعة الشيخ الطوسي 23 زميل سجل لحضور هذه الورشة الأونلاين، من كلية الرشيد 18 شخص، من كليتي كلية دجلة الجامعة 16 شخص، وهكذا بقية الكليات اللي موجودة في بلدنا العزيز. بالحقيقة أيضا أريد أشير هنا إلى العدد الفعلي اللي حضر إلى هذه الورشة رغم الظروف العامة، ورغم حضراتكم تعرفون الموضوع
قوة خدمة الإنترنت أو ضعفها في بعض الأماكن، والثمانية هو وقت الذروة وقت استخدام الإنترنت، فكان فعليا عدد الحضور أعلى بيك تم تسجيله في وقت الذروة، يعني عدد الحاضرين وصل إلى 551 شخص، وبالحقيقة في كافة المقاييس اللي موجودة حاليا احنا نعتبر هذا أكبر وأفخم ورشة أونلاين أصبحت في نفس الوقت 551 شخص زميل وتدريسي كان حاضر هذه الورشة الأونلاين. وهذا يؤشر حقيقة أهمية الموضوع، لذلك هذا تم إعداد هذه الورشة، هذا البرزنتيشن، حتى يساعد إخواننا وزملائنا الأساتذة في الجامعات العراقية، الأساتذة المحترمين، حتى يكونون أكثر ألفة وتعامل مع الديجيتال انتراكتيف كونتنت الخاصة بالبيئة التعليم الإلكتروني. وأيضا تهدف هذه الورشة بالحقيقة إلى شلون نتعلم، شلون ننشئ انتراكتيف فيديو للصفوف الالكترونيه اللي هيئناها. بالحقيقه الصفوف الالكترونيه هنا بغض النظر عن المنصه اللي احنا بنستخدمها، ان كانت جوجل كلاس روم او مودل او غيرها من المنصات، حتى المنصات المحليه الصنع او المنصات العالميه اللي بنستخدمها، منصات التعليم الالكتروني، فحتكون مفيده الى كافه انواع المنصات. الفيديو التعليمي حضراتكم ملاحظيه وشايفيه، لربما هذه الصوره قد توضح جزء بسيط من عنده او لا، انه مثلا اليوم استخدام الفيديو عبر الانترنت من خلال اليوتيوب، من خلال كثير من المنصات اللي تعرض وتدعم عرض الافلام الفيديوية. وحقيقة اليوم هو الجيل هو جيل رقمي، فبالتالي يتعامل بشكل كبير مع المحتوى الفيديوي ايضا على كل المنصات، منصات التواصل الاجتماعي او غيرها، وبالتالي نشوف انه بعض الفيديوهات يوصل الى مرحلة في العرض، على سبيل المثال وصل الى هذه الدقيقة وهنا يوقف ويعرض سؤال ويتطلب الإجابة من قبل الشخص اللي دا يعرض الفيديو، فبالتالي راح يكون هنا مو فقط انه دا يعرض المادة العلمية، وانما يعرض المادة العلمية ويسأل مثل ما حضراتكم يعني نقوم بها داخل الصف، انه احنا من نشرح المادة العلمية لربما نسأل طلابنا او نسوي فد كويس سريع او ناخذ فيدباك من عندهم او نحفزهم او يعني نخلق بداخلهم العصف الذهني والفكري ونشجع التحليل، لذلك هنا نترك بعض من الوقت للتحليل وطرح بعض الأسئلة وتفاعل الطلاب معنا. هذا إذا أردنا نعكسه داخل البيئة الإلكترونية من خلال عرض تسجيل المحتوى الفيديوي، أيضا احنا نحتاج أنه نحط هنا أسئلة ونحتاج أنه طلابنا يتفاعلون وياها. بل احنا راح نروح للأكثر، انه هذه الاجابات راح تروح الى منصه الصف الالكتروني، وبالتالي تقدر تصححها او تصحيح الكتروني بعض الاحيان يكون، وبالتالي تطلع نتيجه انه تعطي نتيجه الى الطالب تعطي درجه تنحسب بشكل او باخر. وعليه هنا صناعه المحتوى الفيديوي اصبح من الامور الضروريه. الكثير من المصادر اخواننا الباحثين في هذا المجال وفي هذا التخصص يشيرون ويأكدون انه 1 دقيقه فيديويه اليوم، 1 دقيقة فيديوية تعادل 1,800,000 كلمة مكتوبة، وبالتالي هذا يعطينا مؤشر إلى أهمية الفيديو، أهمية الصورة المتحركة، أهمية الصوت وإيصال المعلومة، وش قد هي مهمة، وبالتالي أيضا هي مهمة في توصيل المادة العلمية. لذلك هنا نشير إلى قوة الديجيتال كونتنت من حيث المالتي ميديا ومن حيث الفيلم الفيديوي. ايضا الفيلم الفيديوي الباحثين الاخوان الباحثين في مجال التعليم يقولون هناك اكو الكثير من الميزات والفوائد في استخدام الفيلم الفيديوي، وبسرعه وعلى عجال ممكن انه نذكر بعضه، وهذا المصدر موجود هنا ممكن الرجوع اليه والغيره من المصادر الاخرى، وهي انه الفيلم الفيديوي راح يزيد من عمليه التعشيق او المشاركه، حيث راح ياثر على قدره الطلاب على تسهيل المناقشات وتحديد المشكلات. اكيد من الفوائد الاخرى هي الفعاليه يتيح الفيلم الفيديوي لما يشوفه الطالب بالبيت او في داخل الصف او في وقت اخر، اكيد راح يترك مزيد من الوقت من المخصص للدرس لاجراء مناقشات وتواصل مباشر مع الطلاب بشكل اكثر، لان راح يختصر الوقت. فائده اخرى هو موضوع تاصيل العلاقه او نقدر نقول عليها الموثوقيه، انه هو الفيلم الفيديوي لما يعرض راح يعمل على اشراك كل الطلاب والاساتذه، يبني بيناتهم علاقه فرديه
بناء علاقة مباشرة بين الطلاب وأستاذهم ويعززها، خصوصا إذا كان يعرضه هو بالبيت أيضا، وكأنما راح يكون بتواصل ولو تواصل افتراضي مع أستاذه، وهذا راح يخلق شيء من الموثوقية، يخلق التفكير الملهم نقدر نقول. حضراتكم تعرفون إخواني تلعب الإشارات المرئية بجانب الصوت دور كبير في فهم المادة، وخاصة المواد الجديدة، خاصة المواد ذات المحتوى المعقد، فبالتالي تصويرها بشكل فيديوي وإتاحتها راح تكون هي يخلق فسحة أكبر للتفكير الملهم أو الخلاق. أيضا من ضمن الفوائد الأخرى للفيلم الفيديوي موضوع أنه الفيديو ممكن يكون يوصل للجميع، مثل ما هسه راح نسوي، والفيديو راح يكون متاح على اليوتيوب، وبالتالي كل الأساتذة يقدرون يوصلوا له. ممكن أنه الفيديو أيضا يسد فجوة في التدريب من خلال إتاحة فرصة للمعلمين بشكل عام وللطلاب أيضا، وفقا لسرعتهم يقدر يعيد الفيديو أو يبطئ بيه أو يسوي له بوز أو يقدمه أو يرد يراجعه من جديد، يعرضه عدة مرات من أجل أنه يعني يفهم أو يهضم المادة التعليمية المطروحة. فبالتالي عرض الفيلم الفيديوي في مجال التعليم له أهميات كثيرة، ولربما أكثر من هذه الأهميات يمكن يفيدون الأساتذة المختصين في هذا المجال. اليوم احنا من نحكي على تصوير المحتوى الفيديوي نشوف انه محاضراتنا ومعظم محاضراتنا اذا كانت مكتوبة بشكل ورقي او بشكل الكتروني، احنا محتاجين الى آلة للتصوير، نصور الاستاذ لربما، او نصور السبورة، او نصور طريقة العرض، ونحتاج الى المونتاج الى هذا الفيلم الفيديوي، وبالتالي نقدمه الى طلابنا داخل الصف، لربما نعرضه بالداتا شو او الشاشات اللي بعض الجامعات توفر شاشات في قاعات الصفوف، لربما هنا محتاجين الى سيستم صوت عن مود يوصل ينعرض الصوت الى طلابنا. فبالتالي هذه طريقه، وهذه طريقه اللي يعني موجوده اليوم ونتعامل بيها. اكو بعض الصفوف في جامعاتنا هي صفوف ذكيه ومجهزه باكوبمنت، محتاجين الى استوديو، في بعض الجامعات موجود استوديوهات خاصه لتسجيل المحاضرات الالكترونيه، موجود مشروع بن سينا في بعض الجامعات العراقيه. فلذلك الوضع الحالي اليوم موجود هنا. فائده واهميه هذه المحاضره اليوم، هذه الورشه التدريبيه، شلون نقوم بهاي العمليه، عمليه تسجيل المحاضرات الفيديويه وايصالها الى طلابنا بطريقه مختلفه. هنا تكمن الاهميه، اهميه الموضوع اليوم بهذه الورشه هو انشاء محتوى فيديوي. واحد، اثنين، هذا المحتوى الفيديوي يكون تفاعلي. اليوم اذا طرحنا الموضوع بهاي الآلية بهذا الشكل، انه عندنا محاضرات وعندنا تسجيل وعندنا اديتنج عليه وعندنا عرضا لطلابنا داخل الصفوف، بهالطريقة اكو كثير من التحديات وكثير من المحددات اخواني امانة. لذلك اليوم لازم نستخدم الادوات اللي موجودة ومتاحة. محاضراتنا يعني ابتداء يجب ان تكون الكترونيه، قصدي الكترونيه انه موجوده على شكل بي دي اف، اذا كان وخصوصا اذا كانت مصادر موجود على شكل بي دي اف او موجود على وورد او موجود حتى لو على باوربوينت وغيرها من يعني طريقه العرض الالكترونيه اللي ممكن تكون عندنا بالحاسبه. هذا اهم خطوه. فبالتالي اذا ضمننا انه محاضراتنا، وحتى لو كانت محاضرات مكتوبه اخوتي، حتى لو كانت محاضرات ورقيه، ممكن انه تسحبها سكانر وتكون على شكل صوره وصوره واضحه، وبالتالي احنا راح نعرضها بالباوربوينت او نعرضها كايمج او نعرضها بالبورد او او البي دي اف. فبالتالي الكونتنت مالتي يجب ان تكون على شكل رقمي ديجيتال. هاي الخطوه الاولى وهذا ابتداء. فاذا فرضنا هذا متوفر، ويفترض انه هذا متوفر، راح ننتقل الى المرحله اللاحقه، مرحله التصوير. اليوم الاكوبمنت انه نصور باجهزه، هذه عمليه صعبه علينا احنا كتدريسيين. بعض الاخوان والزملاء المميزين بدا يستخدم الموبايل بالتصوير، وايضا هذا بارك الله بهم، ايضا هذا جهد جيد. لكن اليوم احنا خلينا نشتغل بمستوى احترافي شويه اكثر وبسيط بنفس الوقت. وبالتالي اكو بعض الانظمه وبعض البرامج هي برامج سكرين ريكوردر، نقدر نصب على الحاسبه وبالتالي يسجل ما يعرض على سطح المكتب على الديسكتوب، يسجله بالكامل صوت وصوره، مثل ما انا اقوم حاليا الان بي. انا حاليا دا اعرض ماتيريالز بالباوربوينت ودا اسجله في برنامج ريكوردر. بعد الخطوة اللاحقة شلون ننقل هذا فيلم الفيديو اللي صورناه إلى منصة تضيف ميزات تفاعلية، أضيف الأسئلة هنا. يعني فيلم الفيديو حاليا اللي راح أسجله واللي راح أضعه على اليوتيوب بين
يعني حضراتكم وحضراتكم يعني مرخوصين باستخدامه وبإعادة استخدامه من جديد. هذا الفيلم الفيديوي شلون أضيف له بعض الأمور الانتراكتيف كأسئلة وغيرها؟ احنا محتاجين هذا الجزء الثاني ونعرضه الى طلابنا. نقدر نعرضه اليوم مثل ما معظم حضراتكم اساتذتي الكرام تستخدمون منصات تعليم الكتروني مثل مودل، مثل ادمودو، مثل جوجل كلاس روم، ولربما بعض المنصات اللي هي مصنوعه من قبل جامعاتنا او مبرمجينا الاعزاء. هذا الخط اللي احنا نريد نمشي بيه، ونترك الخط الحالي لانه خط مكلف نوعا ما وصعب التنفيذ بالإمكانيات الحالية. لذلك احنا نقدر نستخدم طريقة أخرى بديلة وأكثر فعالية حتى نشوف. نقول عندنا عدة خطوات لازم نمشي بها. تحويل المحتوى الفيديو الرقمي إلى فيديوي، احنا محتاجين إلى سكرين ريكوردر. هذا سكرين ريكوردر في هذه المحاضرة أنا انتقيت واختاريت الفاست ستون كابتشر. حتى نحول الفيديو إلى انتراكتيف فيديو اختاريت منصة تدعى بازل، وأيضا اختاريت كمثال أنه جوجل كلاس روم موجود عندنا كصفوف إلكترونية. من خلال التسجيل لاحظنا أخوتي هذا الاستبيان اللي كان موجود بعملية باستمارة التسجيل مدى استخدام الأخوان المسجلين، مدى استخدامهم للتسجيل الفيديوي. لقيت نسبة كلش كبيرة تقريبا توصل إلى 85%، هو يعرف الحد الأدنى البسيط أو ما يعرف بالأصل استخدام التسجيل الفيديوي، وهذا إذا نعتقد أنه هاي الورشة هي مناسبة لهم. أيضا سألنا على مدى معرفة الأخوان المسجلين في إنشاء المحاضرات الفيديوية. يعني هنا لو نجي نشوف هنا اللي كان يعرف يستخدم البرنامج الفيديوي هو كان تقريبا 15%، الآن اللي يعرف يسوي فيديوي تفاعلي هو 10% تقريبا أو 11%. فبالتالي احنا نعتقد أنه احنا راح يعني هذه الورشة راح تفيد كثير من الأخوان اللي دا يتابعون. ايضا سالنا مدى مهارات الاخوان المسجلين باستخدام جوجل كلاس روم تحديدا، وطبعا اكيد ادمودو وغيره موجود، ولقينا بالحقيقه انه تقريبا 70% واكثر من 70% نوعا ما هم يمتلكون معرفه جيده واكثر يعني واعلى انه هو شلون يستخدم جوجل كلاس روم، وهذا ايضا شيء جيد. إذن هسه نكمل نقول شلون نسجل المحاضرات الفيديوية اللي معروضة قدامنا، نسوي إلى فيلم فيديوي. فنقول مهما كان طريقة العرض مالتنا، إن كانت على شكل فايل بي دي اف أو كان على شكل فايل وورد أو كان على شكل فايل باوربوينت، المهم إنه نعرضه ونعرضه على قد الشاشة. هسه إحنا محتاجين إنه نصوره. شلون نصوره أخوان؟ محتاجين إلى برنامج تسجيل سطح المكتب، تسجيل فيديوي. واحدة من البرامج اللي موجودة هي موجودة فري ضمن نظام تشغيل ويندوز 10. أنا ما متأكد إذا موجود ضمن نسخة الإصدار 8.1 أو لا، بس أنا متأكد بالويندوز 10 هو موجود. أكو برنامج بولت إن ويا البرامج اللي موجودة اللي تنزل ويا الويندوز اسمه فري سكرين ريكوردر، وهو برنامج جدا سهل وممكن استخدام تسجيل سطح المكتب. أيضا أكو برنامج متقدم أكثر وبميزات أكثر اسمه كام ستوديو. يوجد برنامج آخر احترافي أكثر وبميزات أكثر. أخوان شوفوا أكو كثير من التطبيقات والبرامج هي خاصة للتسجيل الفيديوي، حضرتك تقدر تستخدم أي واحد من عندهم. أكو برامج أكثر احترافية وأكو برامج أكثر تخصصية وللمحترفين. احنا كأساتذة ولربما أساتذة بعضنا أو كثير من عندنا هم ما مختص في مجال التقنية أو فبالتالي لربما تكون علينا هذه صعبة، أو فلذلك رحت على أبسط برنامج ممكن تسجيل سطح المكتب اللي هو فاست ستون. حضراتكم تلاحظون أنه الفانكشنز اللي بيه أو التول اللي بيه فقط هذا التول فانكشن مالته، يختلف عن هاي الانفايرمنت. هذه الانفايرمنت اللي احنا مختاريها انفايرمنت جدا بسيطة، والأخوان إذا يحبون يروحون على انفايرمنت أكثر تخصصية وأكثر تعقيد فهم حرين، وكلها بالأخير تسجل سطح المكتب. رحنا على فاست ستون كابتشر اختاريناه، بالحقيقة هو العنوان مالته faststone.org. الإصدار اللي واصل الآن هو 9.3، ونقدر نستخدم أيضا الإصدارات اللي قبله لا بأس. بشكل عام لما نشغل دبل كليك ندوس على الأيكون بعد التنصيب راح يطلع لنا هذا التول. دول الأيكونز اللي موجودة هنا هي كلها لها علاقة بالكابتشر للسكرين، ياخذ صورة للسكرين. اللي يهمنا احنا تسجيل الفيديو، هذه الايكون هي لتسجيل الفيديو ما موجود على سطح المكتب. يعني اليوم لما ادوس على هذه الايكون راح يطلع لي
هذه المنيو يقول يا بي ابدي الريكورد مالتك. اخوان بس هنا اريد اشير مجموعه اختيارات موجوده، اعتقد هو الديفولت تجي على انه انت تحدد فد ريجن معين انت تختاره ريكتانجلر ريجن. انا افضل انه احنا نروح على الفول سكرين وذاوت تاسك بار، نجي نختار هذا حتى ياخذ لك هو اوتوماتيكيا كل ما تفتحه ياخذ لك كل السكرين اللي موجوده عدا التول بار هذا اللي موجود جوا، وتقول له ريكورد هنا، لما ندوس ريكورد يبدي يسجل مباشره ما موجود على سطح المكتب. واذا كان عندك منصه بالمايكروفون ايضا راح يسجل الصوت مال حضرتك، وهذا هو الشيء الاساسي اللي احنا نهدف له. عندما تقول له ستوب راسا راح يطلع لك يقترح انه خزن للاسم، والامتداد اللي راح يخزن به هو ويندوز ميديا فيديو الدبليو ام في، وهذا الفايل راح يخزن على الحاسبة. وبالتالي اخوان اللي قلناه كمرحلة اولى ان المحاضرات اللي موجودة تتحول الى شكل ديجيتال بي دي اف او وورد او باوربوينت او صورة، محتاجين الى برنامج تسجيل صفحة المكتب مثل فاست ستون اختارينا. والان عندما نستخدم الفاست ستون راح يخزن لي ما تم تسجيله بصيغة فايل ال WMV، وهذا الفيديو هو اللي نقدر احنا نخزنه على الحاسبة او اكسترنال هارد او نحطه على الكلاود وبالتالي نستخدمه بالمرحلة اللاحقة، او نحطه على اليوتيوب ونستخدمه بالمرحلة اللاحقة. هنا نحب نشير الى فد ملاحظة اخوتي واساتذتي الاعزاء، ولربما اساتذة المختصين في مجال التربية والتعليم هم يفيدون اكثر، لكن المصادر والمختصين يقولون انه الفيلم الفيديوي طول الفيلم الفيديوي للمحاضرة انه ما يتجاوز 15 دقيقة. اخوتي هنا مدى نقصد احنا تسجيل محاضرة بالكامل، يعني مثل ما نعرض الان حاليا راح نسجل محاضرة لربما طولها يوصل الى ساعة، اقل من ساعة، اكثر من ساعة، مو هذا المقصود. المقصود حقيقة هو تسجيل يعني سبجكت معين، يعني فتوبك معين تشرحه. اليوم عندنا 3 مواضيع لربما في هذا الفيلم الفيديوي، شلون تسجل الفيديو، شلون تسوي تفاعلي، وشلون تحطه على جوجل كلاس روم، فلذلك ياخذ وقت. هنا لما نعرض الماتيريالز مالتنا الى طلابنا هو ناخذ يعني موضوع واحد شلون تسجل فيلم فيديوي، وهذا قدر الامكان قد يقول انه مثلا ما يتجاوز ال 15 دقيقة واخليه فيلم فيديو، واختار الى اخر مثلا شلون نحطه الى منصة تفاعلية ايضا يكون ما يتجاوز 15 فيديو حتى لا يشعر الطالب بالملل، وايضا يكون تركيز على الموضوع بالتحديد. الفيلم الفيديوي هنا راح نخزنه على الهارد، هذه هي الخطوة الاولى، وبالتالي احنا راح نقدر ننتج كثير من الافلام الفيديوية. هنا حطيت كشكل تقريبي انه الحجم وكأنما هو الطول مالته، فهنا 15 دقيقة اقل 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 ربما 4 دقائق 5 دقائق، فهذه التسجيل الفيلم الفيديوي. احنا ما نقول انه لا تتجاوز، ممكن انه اكو موضوع يتجاوز 15 دقيقة، لكن هو الستاندر اللي موجود عندنا حاليا يقول هو 15 دقيقة. بعد المرحلة الثانية اخوان هو التحويل الفيلم الفيديوي الى يكون تفاعلي، وهذا هي النقطة الثانية اللي مهمة او المرحلة الثانية. اليوم نشوف الفيلم الفيديوي التفاعلي اخوان، اذا حضراتكم متعاملين وياه او منتبهين له، تشوف فيلم فيديوي اذا يعرض وبالتالي اذا يوصل الى مرحلة معينة على سبيل المثال الى هذه الدقيقة الى هذه الثانية وصل، ويطلع لنا هنا على جنب سؤال، والسؤال محتاج الى اجابه ولازم نجاوبه حتى نسوي له سبمت. من نجاوبه حتى يبدي يكمل السؤال يبدي الفيديو يكمل. بالمناسبه هذا الفيديو يعني حتى تلاحظون انه مثلا ما تقدر تقدمه، هو لازم يمشي بالتسلسل حتى يضمن انه هو يعرض لك الماده بالكامل، يوصل الى هذه النقطه مثلا على سبيل المثال، ايضا يعرض لك سؤال ومحتاج هذا السؤال الى اجابه حتى يكمل الفيديو حتى يتقدم الفيديو. هذه الفيديوهات احنا نقول عليها الفيديو التفاعلي الانتراكتيف فيديو، وبالتالي الأستاذ يقدر يسوي مجموعة فيديوهات تفاعلية بمختلف المواضيع بمختلف الدروس اللي يدرسها والمواد اللي يدرسها. شلون نسوي يا أخوان هذا؟ قبل لا نقول شلون نسوي، أكو بعض المفاهيم هي مفاهيم عامة لأي منصة تحول الفيديو إلى فيديو تفاعلي، لأي منصة بعض المفاهيم الأساسية مثلا الكروب، كروب فيديو اخوان حضراتكم شايفين، خاصه مثلا من الدز فد مقطع فيديوي على الواتساب مثلا، تمام، مرات تقطع جزء معين مثلا اقول اريد ابدي منه وانتهي هنا انت تحدد، فبالتالي هذا احنا نسميه كروب. مرات تحب تضيف فويس اوفر،
شنو مقصود بفويس اوفر اخوان؟ على سبيل المثال اذا حبيت تستخدم هذا الفيلم الفيديوي، هذه المحاضره تحب تستخدمها، تعرضها في لطلبتك زملائك، تعرضها في مؤسستك، فهنا مثلا محتاج انه انت تضيف صوتك كتقديم في بداية هذا الفيديو المسجل. يعني اكو فيديو مسجل او تسحبه من اليوتيوب او من مكان اخر تعيد استخدامه، وهنا تضيف صوتك فوق التسجيل اللي موجود، فبالتالي تقدر ترحب، تقدر تشير، تقدر تشير الى معلومة معينة، هذا نسميه احنا الفويس اوفر. واكو الاوديو نوتس. الاوديو نوتس اخوان مثلا على سبيل المثال حاطين هنا حاطين هنا، هذا شنو معناه؟ معناه من يتقدم الفيديو يوصل الى هذه المرحلة الفيديو يوقف ويعرض هذه الملاحظة ثم يكمل لمدة ثواني ثم يكمل، بعدما يوصل الفيديو الى هذه المرحلة يوقف الفيديو ويعرض الملاحظة الاخرى مجموعة ثواني حضرتك تحددها وبالتالي يكمل. هذا القصد انه انت تستوقف وتعرض ملاحظتك ثم تكمل الشرح. ايضا اقول كويزز، واعتقد هو هذا المهم، اريد احط كويز هنا، سؤال هنا، سؤال هنا، سؤال هنا، مجموعة اسئلة مثل ما حضرتك تحب او الموضوع يسمح. واعتقد انه احنا هذا المهم بالنسبة لنا، شلون نحط كويزات. مثلا هنا عندنا 4 نقاط للاسئلة، وكانما هنا بالثانية 23، بالثانية 50، بالدقيقة 1 و22 ثانية، بالدقيقة 1 و53 ثانية، اكو مجموعة اسئلة وتحتاج الى اجابة من طلبتنا. فهذا قصة تفاعلية، هذا المبدأ. وهذني الاوبشنز هي موجودة في كل المنصات اللي تحول او تضيف خصائص تفاعلية. اختارينا edbuzzle.com، هذا الموقع اللي تقدر تفوت على هذه المنصة، وهذه المنصة أونلاين. الأخوان في تسجيل اللايف سألوني قالوا هل ممكن أنه نلقى هاي المنصة على ننصبها على حاسبتنا أو ننصبها على اللوكال سيرفر في الجامعة؟ للأسف لا، هي ما تشتغل لوكال، هي موجودة على الإنترنت، فممكن نفوت مباشرة أونلاين. من فوت اخوان edbuzzle.com راح تظهر لنا هذه الواجهة. إذا كان الاستخدام لأول مرة فإحنا نسوي ساين أب، راح يسألنا يقول أنت أستاذ تيشر أو أنت طالب، إحنا بحالتنا راح نختار إنه أنا أستاذ، راح يقول لي سوي ساين إن باستخدام أكاونت الجوجل، وأنا ما أفضل هذا الشيء، أو استخدام ساين أب باستخدام أكاونت جديد أنت تسوي، وأنا أفضل هذا إنه أنت تسوي أكاونت جديد باستخدام البزر، وبالتالي راح تطلع لك استمارة تسجيل بسيطة جدا، يطلب الاسم الأول ويطلب الاسم الأخير ويطلب الإيميل ويطلب باسورد حضرتك تحطه. ربما اكو كود زميلك مطيك اياه، هذا يعطيك بعض الادفانس ادفانتج، يعطيك بعض الامور، وتقول له هنا يعني موافق على السياسه اللي يستخدمها هذا المنصه، وتقول له كرييت، وبالتالي راح ينشئ لك الصف. يبدا يسالك يقول لك انه انت من يا افليشن، من يا سكول، من يا كولج، ومن يا مدينه، وعفوا من يا سبجكت. على سبيل المثال انه انا اقول انا افليشن مالتي حالي هو في كليه دجله الجامعه، والتخصص مالتي كمبيوتر، ممكن ان تسوي له جوين. مرات اخوان لربما ما موجوده جامعتك، يعني ربما حضرتك هسه ما شفت الفيلم الفيديو، وهي اول شخص راح تروح تسجل بهاي المنصه، وبالتالي مو شرط انه الجامعه موجوده. لذلك اذا كانت الجامعه ما موجوده، على سبيل المثال جامعه بابل، لما اكتب هنا بابل واضيف مدينه بابل اقول له اد سكول، فراح يضيف لي بابل. اذا يجي زميل اخر من جامعه بابل يريد يضيف، راح يلقى اوريدي هي جامعه بابل موجوده، فبالتالي هذا بس راح تظهر للشخص اللي يسجل اول مره لجامعه هي ما مسجل سابقا في هذا المنصه. لحد يوم تسجيل المحاضره بشكل لايف كان شيكت بشكل بسيط مو دقيق، لربما انا غلطان، ولربما مو معلوماتي دقيقه في 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 وقتها. كان عدد الاخوان المسجلين اللي لاحظته في الادبزر من جامعه بابل 9، من جامعه المستنصريه 8، من كليه دجله الجامعه كانوا 2، من جامعه بابل كان 1، ومن جامعه اوروك كان 1. ربما هذه الاعداد اكيد حاليا ازدادت بشكل اكبر، وجامعات اخرى وكليات اخرى انضافت الى هذه المنصه. عندما ادخل راح اشوف هنا موجود دجله يونيفرستي كولج. بالحقيقة إذا أدوس على هذا راح ألقى كافة زملائي اللي موجودين ضمن كليتي على هاي المنصة. إذا أروح على الماي كونتنت راح ألقى هنا أشوف كونتنت ثاني جديدة ما عندي، هذه الفيديوهات هي موجودة سابقا. أجي أضيف آد كونتنت هنا، أضيف آد كونتنت. آد كونتنت يا أخوان، عفوا خلي أرجع، آد كونتنت هي مبينة إنه الفيديو اللي أنا سجلته وخزنته على حاسبتي قبل شوية، هذا أريد أصعده على هاي المنصة حتى أضيف أسئلة عليه، اسوي انتراكتيف. فبالتالي من اقول له اد كونتنت، هو راح يسالني يقول لي يلا جيب الفيديو مالتك رفعه، فراح اختار الفيديو من اقول له
هنا ادوس على هذا البوتوم راح يطلع لي انه وين الفيديو، اروح مثلا على السي على الدي على الاي على الاكسترا هارد مالتي ما وين، اجي واروح اختار الفيلم الفيديو حتى يسوي له ابلود. على سبيل المثال انه كان هذا الفيلم الفيديو راح يسوي له ابلود، هنا صعد لي يسالني تقول لي يريد كروب تسوي له يعني قطعه تقدم شويه منها تقص منها، هذا بعد براحتك استاذ العزيز اذا انت تجهز الفيديو مالتك بالشكل المناسب. احنا اللي يهمنا اخوان مثل ما قلنا مو الفويس اوفر ولا الاوديو نوتس، احنا المهم بالنسبه عندنا الكويز. الفويس اوفر اقدر اضيف صوت ارحب، اضيف ملاحظه معينه كنت ناسيها او اعاده استخدام لشخص واطي حقوق نشر اضيفها. الاوديو اذا اردت اضيف ملاحظه معينه بحيث يوقف الفيديو ويضيف لي الملاحظه يلا يتقدم. والكويز هو هذا المهم بالنسبه لنا اخوان. شلون اضيف كويز؟ لما ادوس عليه راح يطلع لي هذه، ممكن انه اختار الاوبن اندد كويستشن بحيث اخلي الطالب هو يكتب. عندنا الاوبشن الثاني انه لا اضيف مالتيبل تشويس بحيث اكتب سؤال واضيف خيارات، ربما هذا الخيار الصح هذا الخيار الخطا، اقدر اضيف خيارات اخرى بس هنا سكرين مو كافي حتى تبين عندي. لربما اغير الاشاره اقول الخيار الثاني هو الصح والخيار الاول هو كان خاطئ، فبالتالي انت تقدر تغير تسلسلات الاجابات الصحيحه بشكل عشوائي مثل ما حضرتك تحب. عندنا اوبشن اخر او نوع ثالث من وضع الاسئله اللي هو الكومنت، الطالب يكتب هنا ملاحظه، طبعا الكومنت ما راح تدخل بعمليه التصحيح مثل مالتيبل تشويس والاوبن كويستشن. هنا اخوان اذا نرجع على المالتيبل تشويس، اذا ناخذ مثال انه انا اريد اضيف سؤال مثلا ضفت هذا السؤال البي ار ار تي تكنيك اللي موجود عندنا هو مانجمنت شنو؟ على سبيل المثال الإجابة وهي هاي الإجابة الصحيحة هي حقيقة هو اللارج سكيل بروجكت، أو إذا كان لا والله سمول سكيل بروجكت، وبهالشكل أقدر أحط الأسئلة وبالتالي من أقول له أوكي سيف لما يمشي الفيديو مثلا وأنا شفت محدد السؤال إنه يظهر هنا لما الفيديو ينعرض ويوصل هنا راح يطلع للطالب هذا السؤال، يسأله هذا السؤال اللي حضرتك حطيته أو الطالب يجب أن يختار. طبعا أرجع أقول إنه عدد من الخيارات اللي تحطها هنا غير محدد، تقدر تضيف له كل شوية اوبشنات يختار الاجابه الصحيحه من عنده ويقول له كونتنت بحيث انه اوصمت حتى الطالب يستمر بعرض الفيديو. ايضا في وقتها وصلت مجموعه الاسئله انه هل ممكن انه اضيف اللغه العربيه؟ اي نعم هو يدعم كافه اللغات، يدعم اللغه العربيه ويدعم غيرها من اللغات. هنا ممكن انه احط مجموعه اسئله، على سبيل المثال هنا حاطط ثلاث اسئله اربع اسئله، فبالتالي انه الفيديو من يوصل الى هذه يعرض السؤال المعين ويتقدم. وارجع اذكر انه ممكن حضرتك ما تسمح انه الشخص يقدم الفيديو، فبالتالي ما تصير عمليه سكيبنج للمعلومات، يتقدم الى ان يوصل هنا الفيديو ايضا يعرض السؤال اللاحق، وايضا بعد الاجابه ويقول اصدمت ايضا يتقدم الفيديو تدريجيا الى ان يوصل هنا ويطلع عليه سؤال، وبالتالي حضرتك يعني مثل ما تشوف شلون تحب انه تعرض الاسئله على الاخوه وطلبتك. بعد ما وضعت الاسئله من تقول له سيف راح يقول لك مش وقت ابدي اعرض الفيلم الفيديوي او حقيقه المن تخصص الى يا كلاس اولا. فعلى سبيل المثال انا بالجوجل كلاس روم، بالجوجل كلاس روم على سبيل المثال انه انا مسوي فتصف على سبيل المثال مسوي تيست، لربما عندي صف ثاني بالمودل، عندي صف اخر بالجوجل كلاس روم، عندي صف ثالث، صف اخر، صف اخر، صف اخر، لربما عندي مجموعه صفوف، لكن الصف المعني هو هذا الصف، فاخصص له هذا الفيلم الفيديوي الى هذا الصف المعني، لربما انا ادرس بالمرحله الرابعه، لربما ادرس بمرحله دراسه الماجستير مثلا، لربما ادرس المرحله الاولى، فعندي ثلاث صفوف، هذا الفيلم الفيديوي كان مخصص الى طلبه المرحله الاولى، فاروح اختار الكلاس مال المرحله الاولى، اختار له فراح يتخصص الفيلم الفيديوي راح يروح هناك. الملاحظة اللي أريد أقولها أخواني هنا الأيد بازل هو fully integrated ويا جوجل كلاس روم، فبالتالي عملية استدعاء من أقول له add new classroom كل سهل إنه أروح أختار لي فد كلاس موجود بالجوجل كلاس روم. أحتاج إنه أختار هنا إذا نشوف إنه prevent skipping هنا ما تسمح إنه الطالب أو المشاهد يقدم الفيديو، أو تقول لا والله خلي يقدم الفيديو شكو بيها، فبالتالي هذا سوي له ديسيبل. الحالة الأفضل الستاندر إنه لا تمنعه إنه يقدم الفيلم الفيديوي، فبالتالي أنت تضمن إنه الطالب راح يشوف بالكامل يتقدم بعرض المادة التعليمية. وهنا راح نقول له إحنا نريد ننشره، نسوي له بوست على جوجل كلاس روم، نقول له أوكي نفعله.
خطوة لاحقة هي اختيار الوقت انه ينعرض بي، فاختار من ادوسه هنا راح يطلع لي الكالندر، اختار يت مثلا يوم 25، وفعلا من فيلم هذا البرزنتيشن عرضناه احنا بيوم 25 في وقتها، اقول له سيف، وراح اختار تاريخ انتهاء العرض الفيلم الفيديوي، مثلا راح اختار يوم 28، وبالتالي هذا راح ينعرض الفيلم الفيديوي التفاعلي على الصف من يوم 25 الى يوم 28 راح ينعرض. هسه تقول لا والله انا اريده يبقى فتره اطول، شهر شهرين 4 اشهر 6 اشهر، فتروح اخوان تروح تقدم تروح تختار التاريخ وين تريد انه الفيلم الفيديوي التفاعلي يوقف. بعض الاخوان سالني ممكن انه ينعرض على الصف مالتي مدى الحياه؟ نعم، بس هي الفكره مو هالشكل اخوان، الفكره انه انت عندك صف سنوي، وبالتالي تعرض الفيلم الفيديوي لمده محدده امام طلابك حتى الطلاب يشوفون ويجاوبون على الاسئله. لربما حضرتك تعرضه ككويز، تعرضه يعني كماده تعليميه خلال السنه، لربما يبقى الفيلم الفيديو موجود على الصف لمده عام كامل، عام دراسي كامل، وعندما يبدا العام الدراسي الاخر انت راح تصفر الكلاس مالتك او ترحل طلابك راح يروحون. فبالتالي هنا يعني اكيد لازم اكو وقت بدايه ووقت نهايه. وايضا نرجع نقول اذا كان هذا الصف بوبليك عام تريد تبقي مدى الحياه، تروح تختار بالكالندر، تروح تختار لك في التاريخ سنه بعيد جدا وتختار ذاك التاريخ فيبقى مستمر الى ذاك الحين. فشوف هنا راح يقول من كان اليوم المعني الى حد يوم 28 لحد الساعه 12 بالليل، قبل 12 بالليل حتى الليل راح يدخل وراها اليوم 29، وبالتالي الى الساعه 11:59 دقيقه هو هذا الفيلم الفيديوي معروض. وهذا تعتمد على سياستك مع طلبتك، سياسه عرض الماده التعليميه امام الطلبه. من نقول له اساين راح يروح لنا على هذه الواجهه، يقول تريد تغير الاسم الفيلم الفيديوي او احنا طلابنا يكونون لربما معروضين هنا. واخوان بالتالي تقدر تسوي له جو لايف انه تصير ديمونستريشن تعرضه او تعرضه بالبازل اذا تريد تراجع، قبل لا تسوي له بوست نهائي على الجوجل كلاس روم. اخوان ببساطه هاي شلون نسوي فيلم تفاعلي. النقطه الاولى انه نسوي نرفع الفيلم الفيديو اللي سجلناه نرفعه من الحاسبه الى منصه الادبازل، نروح على كويزز ونضيف الاسئله اللي احنا في بانر نطرحها على طلابنا فقط. هذه المرحله الثانيه بكل بساطه. نرجع نذكر انه الايد بازل هي منصه فول انتجريتد ويا جوجل كلاس روم من بين عشرات المنصات اللي موجوده، فبالتالي حضرتك تقدر تستخدم الامثل بالنسبه لك او الافضل بالنسبه لك، موضوع عائد لك. كل المنصات تقريبا هي بنفس المفاهيم. هي هاي المرحله الثانيه، شلون تحول السكرين، شلون تحول فيلم الفيديو اللي مخزون عندك الى فيلم فيديو وتفاعلي عبر منصه الايد بازل. الايد بازل هي اونلاين، وبالتالي سويت فيلم تفاعلي. من خلال هاي الخطوات نقدر نسوي مجموعة أفلام تفاعلية كلش هواية، وبالتالي راح تكون عندك في الصف مجموعة أفلام فيديوية مخزونة، وتقدر أنت تختار مثلا فيلم الفيديوي حاط في بالك إنه تعرضه الأسبوع الجاي، الفيلم الفيديوي الثالث تعرضه الأسبوع بعد أسبوعين، فبالتالي أنت تقدر تختار وقت بداية عرض الفيلم الفيديوي، يعني أنت حضرتك تسوي السكجول شلون تنعرض الأفلام الفيديوية بالتتابع، يعني هي تنعرض وحدها أوتوماتيكيا حسب تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء. اوتوماتيكيا بدون تدخلك اذا كنت محضر الافلام الفيديويه مسبقا. اخوان اقول انه بما انه هي هاي التجربه الاولى بالنسبه لنا اليوم، احنا راح نعد افلامنا الفيديويه بنفسنا للمره الاولى. لكن عندما ادرس هاي الماده للسنه الثانيه يعني العام الدراسي المقبل ان شاء الله، شوف الماتيريالز هي اوريدي هي موجوده عندنا. اذا كنت السنه الثالثه لربما الماتيريالز مالتي راح تزداد. اذا كان زميل اخر راح يدرس الماده اللي انا ادرسها حاليا، او العكس انا راح اروح على ادرس ماده كان زميل سابق لي يدرسها، ايضا القى الافلام الفيديويه مالته موجوده، وبهالطريقه هذه بالايد بازل اقدر اسحبها من جديد. طبعا هنا اكو حقوق. اخوان ايضا سالوني كنا يعني لايف بالطرح الموضوع، ايضا سالوا على موضوع الحقوق هذا الفيلم الفيديوي. احنا نقول احنا في مؤسسه تعليميه وزكاه العلم نشره، لربما الترخيص والحقوق لمن تعود حضرتك براحتك، تريد تكون حقوق حضرتك كتدريسي او مؤسستك، هذا موضوع اخر ممكن انه اخوان المختصين في هذا المجال انهم يحجون به. لكن انا كجانب تقني تكنيكال انا بدي احكي شلون انت تسوي، وبالتالي هذه السياسه ممكن انه ترجعون بها كمجالس اقسام او مجالس علميه موجوده في اقسامنا وكلياتنا تحط سياسه لهذا الموضوع. الخطوة الثالثة اخواني بعد ما سويت فيديو تفاعلي موجود اونلاين على الكلاود موجود بالادبازل، شلون اودي الطلاب بالجوجل كلاس روم؟
شلون اودي طلابي بالصف، مثل ما لاحظتوا اخوان احنا سوينا اساين، بس انا ما سويت له بوست، ما سويت له ابديت، مجرد انه ادوس هنا اخوان، بس ادوس له ابديت خلاص بوست راح، ويصير ينتهي الفعاليه مالته لما يخلص الوقت اللي انت كنت محدده. فبالتالي بهالبساطه هذه، بهالبساطه هذه اخوان، من قلت له هنا دست الابديت راح انه بوستد ونشر من الادمودو، من الادبازل مباشره النشر بالجوجل كلاس روم. هي هاي يعني طريقه جدا بسيطه، لذلك قلنا هو متفاعل ومتكامل بشكل كامل كامل بين الادبازل وبين الجوجل كلاس روم. من اروح على الصف مالتي اللي اسمه تيست جوجل كلاس روم، اجي ابغى هنا بالنوتيفيكيشن اشوف هنا مازن سوى اساين لفيلم فيديوي تم انتاجه بالايد بازل، فطالب وصل له هذه المعلومات. من افوت عليه راح القى هذا الفيلم الفيديوي موجود هنا، ادوس عليه كليك راح ينعرض للفيلم الفيديوي، وبالتالي الطالب من يعرض عنده يقدر يشوفه ويقدر يعرضه، لما يعرضه يوصل الى الاسئله فتطلع عنده الاسئله ولازم يجاوب عليها. نشوف هنا ايضا عندنا عداد مثلا تيرم، كان عندك عدد طلاب بداخل الصف على سبيل المثال هنا واحد، وبعد ما هذا الواحد مش شايفه طلابك بالاي كلاس مالتك ربما 30 طالب او 15 طالب او 40 طالب حسب، فتقدر هنا يصير عندك مؤشر كم طالب شافه من طلاب اللي موجودين عندنا. نرجع نقول اخوان اللي هو الانتجريتد اللي موجود بين الايد بازر، شلون نودي الفايل فيديو ونعرضه على جوجل كلاس روم، بس مجرد ندوس على هذا البوتوم. والدرجات من اصححها بالجوجل كلاس روم شلون ارجعها للايد بازر، بس مجرد انه ادوس على الريتيرن. حضراتكم تذكرون بإدارة الصف وإذا الإخوان جدد على موضوع جوجل كلاس روم، لربما يقدرون يشاركون برش موجودة داخل مؤسساتهم أو الفريق الوزاري يسوي ورش أو الممثلين التعليمية الإلكترونية بالجامعة تسوي ورش، يعرف شلون يصحح الواجب اللي يجي، فيصحح لما يقول له ريتيرن راح ترجع الدرجة إلى طلابه، وهنا أيضا بالريتيرن راح ترجع الدرجة إلى الإدبازر. إحنا ما محتاجين نرجعها بالأصل يعني، بس القصد إنه هو فول انتجريتد. ايضا من الاسئله اللي اخوان سالوني قالوا انه بالجوجل كلاس روم احنا ضفنا طلابنا، فمن حيث السكيورتي نحتاج انه نضيف يعني من حيث الامان والاسماء، ايضا نطلع اسماء طلابنا من جوجل كلاس روم او من المودل او من المنصه اللي تم انشائها محليا، نطلع اسماء طلابنا نوديها للادبازر اخوان؟ لا لا ابدا. يعني مثل ما لاحظتوا حضراتكم انا ما كنت ضايف طلاب بالادبازر، طلابي هو موجودين بجوجل كلاس روم، وبالتالي وديت الفيديو التفاعلي الى الجوجل كلاس روم وطلابي شافوه بجوجل كلاس روم وجاوبوا على اسئله ضمن ذيك البيئه، وبالتالي انا ما محتاج انه اضيف اسماء طلابي في منصه اخرى. يعني هذه قوه الاد بازل والانتجريتد مالته. فهذا اللي كان اكو سؤال حول انه طلابنا وشلون نعيد كتابتهم من جديد، ما نحتاج اعاده كتابتهم اخوان. كان هذا ما موجود اليوم من المحاضرات مالتنا، حولناها الى محاضرات سجلناها، حولناها الى تفاعليه وعرضناها للطلاب. اكيد صارت عندنا فرصه وهو هذا الهدف من هذه الورشه، شلون نحول الطريقه الحاليه اللي موجوده محاضرات مالتها تعرض باي طريقه بالداتا شو باي مكان، ومحتاجين الى تصوير ومحتاجين الى اديتنج ونعرضها الى طلابنا بالصف الموجود داخل مؤسساتنا التعليميه. اليوم احنا محتاجين الى نرتقي الى مستوى ليفل اخر اللي هو نعرض المحتويات مالتنا على شكل ديجيتال كونتنت، حطينا في برنامج تصوير فيديو مثل فاستستون او غيره من الافلام تسجيل السطح المكتب، تقدر تستخدم حضرتك اي واحد يعجبك من عندهم. بعد ما صورته وخزنته فممكن تصور عشرات الافلام الفيديويه، قلنا مثلا طولها المفضل انه ما يكون طويله جدا تتناسب ويا عرض الفكره، والخبراء والباحثين في هذا المجال يقولون مو ازيد من 15 دقيقه. هذه الافلام الفيديوية اللي موجوده عندك كم من عدها، كم كبير حضرتك صورتها، ممكن تضيف لها بعض الاسئله وتعرضها لطلابك، تضيف لها صوره تفاعليه. فاختارينا الاد بازل، اد بازل منصه هي موجوده اونلاين وتقدر تعرض الافلام الفيديوية هناك وتضيف الاسئله وتحدد وقت بدايه ونهايه لها، حتى تعرضها لطلابك او تدزها لطلابك. اذا طلابك كانوا موجودين بجوجل كلاس روم بكبسه زر واحده راح تتحول هذا الفيلم الفيديوي بالسكجول مالته، راح ينعرض قدام طلابنا وطالبنا يقدر يشوفه او يراجعه بالوقت اللي يعجبه ما دام هو موجود اونلاين داخل الصف. اخوان قبل لا انهي حبيت انه انوه على اكو تجمع بالانترنت وكذلك بالفيسبوك، هو تجمع خاص للاخوان والمهتمين بالاونلاين ليرنينج،
نلقى كثير من الخبراء، نلقى كثير من الايفنتس اللي موجودة، كثير من التفاصيل المفيدة بالنسبة لأساتذتنا، إنه يلتقون بالخبرات اللي موجودة عالميا في منصات موجودة كمواقع موجودة أو على الفيسبوك أو على تويتر أو غيرها من الأماكن. أخوان، أنا بالحقيقة أشكر أصدقائكم، وأتمنى أن تكون المعلومات اللي تم طرحها هي معلومات مفيدة لحضراتكم. إذا تسمحوني أشارككم ببعض الأسئلة اللي انطرحت في وقتها لما كنا يوم 25 كنا أونلاين. أخوان بعضهم طرحوا هل ممكن أنه بعد عملية التعديل اللي صارت أسوي تعديل آخر؟ أخوان نعم، هي هاي القوة، أنه أنا من رحت على الإيد بازل وعرضت الفيلم الفيديوي وانعرضت الأسئلة، لربما أنا في وقت لاحق أريد أعيد من جديد، أو السنة الجاية أريد أعيد هذا الفيلم الفيديو من جديد، أريد أغير الأسئلة. إذا كانت عندي أكثر من جروب، أكثر من شعبة، كل شعبة أريد أحط لها أسئلة معينة، أقدر أسوي دوبليكيت للفيديو، أحط أسئلة أخرى، أمسح أسئلة. فبالتالي هو حر، يعني تسوي إيديتنج براحتك. إخوان بعضهم سأل إنه يقول إذا ورا ما كمل طلعته من الإيد بازر وديته جوجل كلاس روم، إذا هذا الفيلم الفيديو عرضته على اليوتيوب، لا، راحت الميزات التفاعلية. الميزة التفاعلية موجودة بالإيد بازر، ويسمح لك انه تروح لجوجل كلاس روم وتتفاعل بيناتكم، بين جوجل كلاس روم والايد بازر تكون اكو شراكه وتقدر تدب بيناتهم. بس من طلعت الانفايرمنت اخرى بعيده اللي هي اليوتيوب، الموضوع صار قصه اخرى. فبالتالي كل هذه الاسئله التفاعليه راحت، ما راح تكون موجوده على اليوتيوب. ايضا من ضمن الاسئله اللي انطرحت، يمكن احنا جاوبنا عليها، موضوع هو الحقوق، موضوع انه الطلاب ونعيد كتابتهم من جديد على منصه الايد بازل، لانه يحتاج انه الايد بازل موجود على حاسبتي انا الصبح او على اللوكال سيرفر موجود بالكليه. الجواب ايضا لا، لان هو موجود على الانترنت. هل يدعم اللغه العربيه؟ نعم يدعم اللغه العربيه. عمليه التسجيل هي عمليه بسيطه، تقدر تسجل بها وتسجل محاضراتك الفيديويه. اخوان انا اتمنى انه قدمت ولو شيء بسيط. التفاعل الاخوان اللي كانوا اولا كان تفاعل مفرح، كان عدد الحضور باعلى بيك وصلنا له هو 551، وهذا رقم ما صار سابقا على اقل تقدير خلال متابعه فريق الوزاره المشروع التعليم الالكتروني بالعراق، ما سجل هذا العدد الكم الكبير. احنا نتمنى ان الاعداد بالورش الاخرى تزداد اكثر واكثر، وهذا مؤشر ايجابي وصحي بالنسبه لنا انه الاخوان متفاعلين ويا هيك مواضيع. كثير من الايميلات والمسجات الرسميه والمفاتحات الرسميه والمسجات الخاصه اللي وصلت لنا لكافه اعضاء الفريق الوزاري والي شخصيا، انه يطلب انه تتوفر هاي المحاضره للجميع، واني عد وعدي، وهذه المحاضره سجل اعد تصويرها من جديد وراح اعرضها على اليوتيوب، وان شاء الله احاول انه توصل للجميع، والكل يعني مرخص للجميع انه اعاده استخدامها من جديد. واحنا ممنونين، نرجع نقول ان الفريق الوزاري بخدمتكم وين ما تحبون، نقيم لكم ورش. تعرفون دكتور عامر الامير المنسق الفريق يعني ناظر نفسه الى هذا المشروع، واحنا نقدر نوصل الى اي مكان موجود في من شمال العراق الى جنوبه، نوصل الى كافه الجامعات الاقسام ونقيم الورش. واحنا ممنونين ممثلي التعليم الالكتروني الموجودين في جامعات البلد، كلهم يقيمون ورش حتى على مستوى الاقسام، دا يقيمون ورش دائميه وورش مستمره، واكو ورش مركزيه، وايضا اكو ورش مركزيه اونلاين يقوم بها الفريق الوزاري بمواضيع متنوعه. ونرجع نقول هي هذه الورشه الثالثه، واكو سلسله ورش ايضا اخرى كثيره. وكملاحظه اخيره، نرجع نقول الفيديو التسجيل الاصلي اللي كان اونلاين هو موجود ومسجل في منصه الويبكس، وكان كل الاخوان المسجلين وصلهم ايميل ثاني هو اللينك وين يلقون التسجيل اللي كان تسجيل اونلاين واللي من ضمن المناقشات اللي جرت اونلاين في وقتها. وهذه هي اعاده تصوير مره اخرى الى هذا. اتمنى انه نلتقيكم بالورش القادمه، وشكرا جزيلا، كان معكم محدثكم لهذا الموضوع اخوكم صار مساعد دكتور مازن سمير حكيم، وانا بخدمتكم ان شاء الله. شكرا جزيلا لكافه الاخوان.